سي محرز اماتش اميكال اليوم خلينا نقول انا على عاتقي اول مره ناخذو او سيريو على الاخر. والله احنا من اللي تسلمنا هنا المهام في النادي الافريقي دور من الحاجات اللي احنا تعهدنا عليهم في النادي الافريقي ما تخدم كان الناس اللي مستقيمه والناس اللي منضبطه والناس اللي تحافظ على نظام النادي وعلى عادات وتقاليد النادي. اليوم بدينا نفهموا بعضنا شويه، الميساج بدا يتعدى، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فما كان خير بحول الله. علاش قلت لك الكيستيون هذه سي محرز؟ اللي اليوم لابليكاسيون كانت 100% في ان ريتم تاع ماتش اوفيسيال. ولا با لو شوا، نكونوا متواجدين في النادي الافريقي ما عندناش الحق باش نستسهلوا اي منافس ولا اي تمرين ولا اي الفوس دوني افون في كل تمرين في كل مباراه، في كل مباراه وديه ولا مباراه رسميه ولا انضباطنا في برا الملعب ولا الانضباط هو اللي باش يوصلنا بقول الله. يقولوا الجوار اللي يعملوا في لونترينمون يلقاه نهار تروح. اكيد اكيد، كيما نترينا كيما نلعب، كيما نترينا كيما نلعب ان شاء الله. ان شاء الله الاولاد احنا نبوز ريتم معين في التمارين، ان شاء الله نلقاوه بحول الله في المباريات افيك دي زوتوماتيزم اللي ان شاء الله نكسبوهم في المجموعه. ان شاء الله بحول الله ما عندنا طريقه بحول الله، فما تكامل بين الاطار الفني والاطار الاداري والاطار الطبي، ان شاء الله نخلطوا النتيجه اللي ترضي جماهير النادي الافريقي بحول الله. لاتاك كربيرات بالكودا اليوم وشفنا حاجات 5 بيوت كان يكونوا اكثر. والله لقينا اليوم شويه النجاع، ميون دوموند دو بلوس بحول الله. سي نبيل ديما يحرص على كل لاعب يقوم بدوره الهجومي ودور الدفاعي، والدور الدفاعي واهم اهم 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 من خاطر وليداتنا المهاجمين ما عندهمش مشكله بحول الله مع التهديف. يلزمنا نخدموا على استرداد الكره في اقرب وقت، وهذاك هو نوتر اوبجيكتيف الاولاني تو بحول الله. تفرحوا كي مناوي ماركي، تزكاري ماركي، النويوي ماركي، يعني 5 اتاكون 5 بيوت. انت سي معز ماكش غريب على الكره، المهاجم يعيش كان بالبونطوات، لازم يسجل اهداف المهاجم. احنا تو نتفرجوا في الكره العالميه معناها امام المدافعين في العام تلقى ماركي 8 و10 و12 بونتو، والمهاجم نجم يعيش ويكون حي في الرياضه كان بالاهداف تسجيل الاهداف. سيدي يعطيك الصحه، شكرا.